نخش في الكيرف بينز، نكمل الكيرف بينز المره الجايه. هيبقى في كويز على الباكلينج وتسليم الشيت، تسليم المسافه الشيت شيت 4. الكويز في شيت كام؟ 3. امال ايه شيت 4؟ هو المتر لحد انا يعني لازم تعرف ان فورس اللي بتعمل تقاوس دي اسمها كريتيكال فورس.
فالكريتيكال فورس دي بنحسبها ازاي؟ اللي هي باي تربيع اي اي على ال افكتيف تربيع. باي ده اللي هي الباي العاديه اللي هي المعامل يانج، الاي المومنت اوف انيرشيا، والال افكتيف هي ايه؟ هي ليها كذا حاله، لو بين ديبند بتبقى التول بتاعي، لو بين فيكس بتبقى 7/10، لو فيكس فيكس بتبقى نص، ولو فري فيكس يبقى 2. دينا التول القوانين دي المفروض تبقى عارفها، موجوده عندك في الملزمه. حلينا مسالتين المره اللي فاتت، هنكمل هنحل برضو مسالتين المره دي ونخش على الكيرف بين. هو الشكل ده عامل ايه؟ جايب البيم ده وحطه من تحت بين كده بالمنظر ده، وبيضغط عليه فورس من فوق. البعد ده 30 وده 16، في حد مش فاهم الشكل ده؟ ها؟ الشكل ده عامل كده يعني. عامل كده. يا اما يتقوس ايه؟ كده. بس هو غالبا هيتقوس كده، ليه؟ عشان الاي الصغيره هي اللي بيحصل عندها تقوس الاول. ليه؟ لان انت الاي هنا في البسط. فكل ما الاي صغرت معناه ان الكريتيكال فورس اللي هتعمل لي باكلينج هتبقى اصغر. عشان كده إيه؟ لو انا كنا بنتكلم على مسطره المره اللي فاتت، لو دوسنا عليها من فوق هتبتني اكيد كده، مش هتبتني حوالين الايه؟ البعد الثاني. طيب هنا بقى الموضوع مش سهل قوي. ليه؟ لان مره عندي الابعاد الايات مختلفه ماشي، بس الفيكسيشن برضه مختلف، يعني الافكتيف لينس متغير، ففي عندي حاجتين بيتغيروا. فانا لازم احسب الكريتيكال فورس في الحالتين واشوف مين الايه؟ مين اللي هيحصل له فيلير الاول. يعني هو ده حاجه ودي حاجه. هو نفس الجسم، بس انا 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 مش عارف هو هيحصل له ضغط. فانت قررت ان هو يا اما كده او كده في الاي او في بالظبط. هو احتمال حسب بقى اللي هيطلع فيهم اصغر هو اللي في الحقيقه هيعمل بقى. لا هو انا انت عاوز ايه من المساله؟ هو لسه ما قلناش حاجه عن المساله، يعني هو في مطلوبين. ايه الديفرنس ده؟ طيب اول مطلوب هو عايز الطول لو كريتيكال فورس 10. تاني مطلوب لو الطول ب 1.2 فعايز الايه الفورس لو الفاكتور اوف سيفتي 2.8. تمام؟ فانا عشان احل المساله دي محتاج اجرب الحالتين. اقول في الكيس 1 او كيس ايه؟ في كريتيكال هتساوي ايه؟ ايش من سي؟ باي تربيع اي لا ما انا مش هتقول لي القانون ايه؟ القانون مكتوب هنا. في تربيع اي اي دول ثوابت ما فيهاش مشكله. الاي والال ال بكام؟ احنا عايزين ال يبقى ال ال افكتيف في الحاله هنا في الاولانيه هتساوي ال صح؟ لان ده فين ده فين؟ فاهمين ولا لا؟ معلش في الحاله الاولانيه ده هيحصل له الباكلنج بالمنظر ده. فبالتالي احنا لو هو النهايات عندي متثبته بكيرفز الاثنين بناخد ال افكتيف هو هو الطول بتاع البي بتاعي. لكن في الحاله الثانيه مش ده الوقت. خلينا في اول حاله يبقى احنا كده جبنا ال او ال افكتيف يعني عوضنا عنها بدلاله ال. هنحط بقى الاي بكام؟
واحد على 12 30 في 16 ولا 16 في 30 تكعيب؟ 16 في 30 مين التكعيب؟ 30 ولا 16؟ طيب كويس كده كله ايه؟ كله غلط. 30 ايوه 30 هو دلوقتي يرسم يعني عايز شويه تخيل بس مش عايز اتخيل هو الفكره الباكلينج بيحصل حوالين ايه؟ حوالين المحور ده لان القانون مستنتج من قانون المومنت اصلا فالمومنت بيحصل حوالين ايه؟ حوالين المحور ده المحور هو بيتني كده بيتني حوالين انهي محور المحور ده فالمحور اللي داخل هو بيلف كده مش اللي داخل مش اللي خارج كده داخل او خارج مش هتلف بتكلم ان هو المومنت هيلف كده تمام او المريض ده مش لازم البتاع نفسه الجسم ده بيلف حوالين المحور ده فالمحور ده كده الموازي العمود عليه العمود عليه هو مين؟ 30 ثانية هنسميهم أحسن خلينا نسميهم عشان إيه؟ هنقول ده كده إكس وده واي واللي خارج على السبورة زد لو جينا بصينا هنا ده واي مش نفس الاتجاهات أدي ده الإكس وده الواي وده الزد تمام؟ تمام هو بيلف حوالين محور مين؟ إكس إكس طيب يبقى انا بجيب الاي اكس يبقى الاي اكس بتاعتي بكام؟ ب 16 في 30 تكعيب على 12 يا مهندس ثانية واحدة محاولة مهندس محاولة المفروض اكس زد مش اكس لا كان اكس المحور المحور ده بس دي الاكس ودي الزد خلاص يبقى احنا بنجيب الاي الاي زد اللي هي 16 في 30 تكعيب بقول مش مهم الاسم الاي انا بجيب حوالين المحور ده الجسم ده بيلف ازاي كده الكيس الاولانيه هيتني كده ماشي
فهيتني كده، يبقى انت بتشوف المحور نص النور. اه هيتني ازاي؟ مش نص النور اللي هو في دي كده. اه اللي هو ده تمام. ايوه اهو، ما داخل على اهو التين اهو الشكل ده. اه ده تمام، داخل كده. فهي هيبقى لو خدت المومنت هيبقى عامل كده. ماشي. هو حاطط الكيس الثانية، بس هو حاطط 30 16 على اول في 30 اهي. يا ابني 30 هو هنا الفرن هو التاني كده. ماشي، يبقى المفروض بص يا شمهندسين، نفترض جدلا ان هو المسطره دي لو طريه شويه كان ايه هيلف كده، يعني لما ادوس هيحصل له كده، هتلف كده تعمل سي. هي دي الحاله الاولانيه. ماشي، انا في حاجه مش هتنفع، في حاجه المفروض مش اهو. دلوقتي لو افترضنا ان ده الجسم بتاعنا اهو، هو هيلف كده، يلف كده يلف كده. في الحاله دي هو بيلف حوالين مين؟ المحور ده. طيب المحور ده مع انهي بعد؟ مع 16. يعني البعد اللي جاي كده 16، فالعمودي 30. تمام، صح. فاهم حاجه؟ قول يا رب. طيب يعني انت شغلك كروس، العمود هو السكاي. تمام، هي اه هي من الاخر القصه كلها ببساطه ان انت عشان بس تفهمها، عندي فرصه كده وفرصه كده، فلما بيحصل وجيت تقطع كده هتلاقي الفرصه دي بتعمل مومنت، فكانك بتجيب المومنت ده، بتشوف المومنت ده عادي زي ما كنت شغال السنه اللي فاتت، مين التكعيب ومين الايه المواسي. عايز تخيل بس، او يعني المساله دي ايه شكلكها برضه هي كده فظهر الموز، عشان لو قلتلكوا ايه اقعد براحتك. طيب ايزن دي كده بتاعتنا اللي هي 16 ب 30 تكعيب على 12، هيطلع لي رقم. انا عندي الفكرتك ايه، اجيب الآلي كيس بي هاكس دي بالاي بقى ال ال افكتيف هتبقى نص ال، لانه دي فيكسد فيكس. تمام، ازاي يا باشمهندس؟ كيس 1 لا في بن يعني او كيس 2 ولا يعني زي شحته او حاجه كده؟ عشان قانون كده. دلوقتي انت في الاولانيه هي كانه النهايتين عندهم بنز، لكن جه بعد كده لما انت دول مسموح لهم يتحركوا كده، لكن لو جيت بصيت للجنب هتبقى ايه؟ فيكس. فالفيكس ده يعني هيحصل عندها، هتبقى ثابته كده تطلع وترجع ايه؟ ثابته. مش عايز اكسب الخيال. تمام؟ اللي هو اللي يعني ده هيعمل كده. ايوه هيفضل كده برضه، هينزل هيتضغط، لما هيتضغط هيتحرك كده ويبقى عامل كده. تمام؟ طيب يبقى احنا ال ال افكتيف هتبقى نص ال. هي بقت ليه نص ال؟ لا ليها اثباتها بقى، يعني انت عندك في المنظمه الاثبات بتاع الكلام ده. يعني في الكيس دي هتحسب ايه؟ في الكيس دي هتحسب ايه؟ طب احنا نص ال؟ احنا نص ال لان عند الافكتيف بيمشي شويه عادي بعد كده. يعني هو لان الجزء اللي بيحصل فيه اكلينج من كده لفوق وتحت. فالافكتيف على اربعه، فاللي في الافكتيف الطبيعي اللي بص هتلاقيها في صفحة صفحة 55. الرسمة دي بتقول لك كل كونديشن جاي منين. طيب يا شمهندسين، ما احنا هنا لما نيجي نحسب الكريتيكال باي تربيع ايه؟ طلع ال ال هو معاك هيك كرتين ولا لا؟ ايه؟ معايا كرتين صح؟ هتبقى ربع ال تربيع. لان انا مش هنسين الصوت يا شمهندسين. في سؤال؟ اه بس كده، بس اللي هو ال اللي هو ال بتاع ده ولا ال اللي
لا انت بتحسب طول الجسم ده الاساسي ماليش دعوه بالده اللي بيتني ده هو اللي في القانون اسمه ال انفكتيف بحدده بجيب علاقه ما بينه وما بين الطول الاصلي بانه حسب الاند كونديشنز هعوض عنه بكام اللي نفسه مش بالظبط عشان كده احنا واخدينه نص ليه نص عشان هو في حاله الفيكسد فيكسد في جزء ثابت فوق وتحت فاللي بيديني بيحصل له باكلينج فعليا هو الجزء اللي في النص طيب يبقى انا هشيل ال ال افكتيف هعوض عنها النص ال هتبقى ربع ال تربيع وهنا هتبقى الاي هتبقى الاي بايه 30 في 16 تكعيب على 12 بس يبقى انت ملاحظ هنا ان ايه في ترم زاد وترم قل يعني الاي هنا اكبر بس بتتقسم على رقم اكبر وهنا اصغر بس بتتقسم على رقم اصغر فالمفروض نحسب القيمتين وناخد انهي واحده الاقل ناخد الاقل ناخد الاقل هتحسب مين؟ لو بتحسب كريتيكال فورس هتاخد الاقل بس انت هتحسب كريتيكال فورس عشان بعد ال باخد الاكبر باخد الاقل عشان الاقل بيز باخد صعب ان اعمله باخد اخد اكبر يا اخوان اكبر يا اخوان هاخد اقل ولا اكبر؟ ايوه طبعا هاخد الاقل لان كل ما هيطور هو اللي بيلخبط في دي ايه بس انا عشان المساله دي بتلخبط في ايه؟ كريتيكال دي مش حاجه حلوه. ايوه دي مش حاجه حلوه انا مش عاوزها اصلا. لا عادة تعريف يعني هي بتلخبط ايه؟ لو مثلا قلت لك الكرسي ده هيشيل كام؟ فانت تقول لي لا لو شيل 300 كيلو احسن ما يشيل 200 كيلو. لكن هنا مش كده. هو هنا لو شال 200 هيبقى احسن من 100 لان هنا تعريف الكريتيكال مش انها حاجه ريزيستنس لا دي فيلير. مين فرق؟ ان انا لو وصلت لو ده حصل كريتيكال فورس عند 5 كيلو نيوتن ده معناه ان مجرد احط 5 الاقيه حصل له باكلينج فانا هنا هاخد برضه الطول الايه؟ الاصغر. هتحسب القيمتين بقى خلاص ما انت عندكش يعني هتحط دي ب 10 عندك الاي هتحسب ال من هنا وال من هنا هتطلع الاثنين وتاخد القيمه الاصغر. تمام؟ هم الاصغر هيديني الباكلينج اكتر يعني الباكلينج نفسه ليه بالظبط؟ الاصغر صعب يحصل له باكلينج. تخيل انت لو عندك المسطره دي حته صغيره كده مش هتعرف مهما تدوس عايز فرصه جامده جدا عشان تخليها تتطور بالعكس ان لو هي ايه لو هي طولها قد كده مجرد ان انا احط فرصه صغيره جدا هتتطور في حاجه السيف اكتر يعني حاجه السيف اكتر طيب دي بقى اول مطلوب المطلوب الثاني لو الطول بتاعي 1.2 هو كده مديني الطول احسب البي كريتيكال في الحالتين طيب يبقى هعوض هنا عن ال بالرقم اللي هو مديوني هطلع البي كريتيكال بس هو بيقول لي الفاكتور اوف سيفتي 2.8 من 10 يبقى البي كريتيكال ال اسمه ايه؟ 2.8 من 10 اليلد على الفاكتور اوف سيفتي الكريتيكال لا زي ما عايز مفيش يلد هنا البي كريتيكال الفاكتور اوف سيفتي 2.8 الفي الاول اللي مسموح لي اثر بيه هي مين؟ كريتيكال تمام انا بقى طلعت ايه بقى من لو انا عوضت ال انت طلعت كريتيكال هو مديك ال انا هجيب الكريتيكال انا مش صح كده بالظبط هنا طلعت ايه؟ خلينا نشتغل بارقام عشان يبقى الموضوع واضح لو انا قلت الكريتيكال بتاعتي 10 وانا اخدت فاكتور في سيفتي 2 يبقى انا سامح بخمسه ماشي بقى صح كما يبقى انا دلوقتي احسب الكريتيكال تمام و وتقسم على تكبر لا ما بقول لك هي مشكله الباكلنج الاساسيه في الحته دي ليه؟ يعني انت دلوقتي بتقول البتاع ده هيحصل له باكلنج عند 10 يبقى لو الالوم زودته 20 ده انا كده بقى هيباكل بالثلث فاهم؟ يعني هو اصلا ايه؟ انا بقول لك بص هو احتمال هي ايه؟ هينهار عند 10 طب خد فاكتور سيفتي 2 يبقى 20 فاهم؟ فاهم؟ هي كده هي عشان مقلوبه اللخبطه انا فاهم ايوه بالظبط
تقريبا الكاميرا بتضغط عليه 6 وهو ممكن يشيل 12. ما تمام، بس انت هنا الماكسيمم ويت فاهم، انت هنا بتعمل يعني لو انت بتشتغل على الوايرز يعني فاهم التعريف حاجات من اللي انا عايز اقولها. انت بتبص للموضوع انه ده اكتر حاجه يستحملها ولا دي اكتر حاجه ولا دي يعني دي اللي لا اقدر اقاومها ولا دي اللي هتعمل لي نيويورك. لا مش هي يعني انا لو قلت ده هيتكسر لو حطيت عليه 5 كيلو ولا ده يقدر يقاوم 5 كيلو؟ مش هي هيقدر يقاوم، كل ما مقاومتك زادت معناه ان انت اقوى. لكن ده لو انهار عند حاجه صغيره يبقى فاهم. المهم الباكلينج يعني اختصار هو ده القانون بتاعه، هتطلع الفورس من القانون تقسمها على الفاكتور اوف سيفتي هيطلع لك الالارم. تمام؟ وانا اجيب بي سي ار من يكون برضه كل اللي لوحدك يا عم، عشان تخيل ذاكر معايا، عايز تذاكر حاجه ليك انا مالي. هي الكوزات اللي بتخلينا ازاي؟ بص بص عشان تعرفوا اللي بتدوم ان انتوا طلبه هو اللي هيكمل معاكم بعد ما تتخرجوا. يعني انت لو مش هتذاكر غير لما يبقى عندك امتحانات، مش هتسلم مشاريع اللي عندك مثلا في الشغل غير ايه؟ غير عادي. وهو ده اصلا مفيش حد اعرفه اصلا يذاكر للف الماكل، لازم يبقى عنده حاجه عادي. اي والله وضعنا بيحصل بس النهارده انا امبارح 3 ساعات عشان اخلص حاجه ورايا بس لازم اعملها. ايه ده انت من مستني بيقول لك ان الناس اللي هم يعني اسمها بيسموها بروكراستينيشن يعني بيبقى عندهم كرياتيفيتي اعلى ما تتضايقوش احنا اللي صغير عندنا كرياتيفيتي عالي جدا. لا واحده بس انت اللي اسمها والله انا عارف. ايه يا عم انا ذاكر جولنج انا ده كوريك برضو المسألة دي مسألة عشرة. حد ما يعرفش كوريك المنظر ده؟ ها؟ الاوز قبل كده؟ لا الاوز ده في كذا كوريك. الكوريك ده الصغير اللي هو فار سكرو بتاع العربيات ده، بيبقى فيه دراع كده وبتقعد تلف، فكل لما بتلف الحتتين دول يا اما بيقربوا يا اما بيبعدوا كده يقربوا، فلما يقربوا الدراعات دي يقوموا رافعين العربيه او ايه؟ تمام. وانت عايز تنزل ولا الكوريك الثاني اللي هو بيضربوا تحت ده بضغط الضغط الزين حاجه ثانيه. وفي واحد باور سكرو بس ده عقيم قوي يعني في العربيات غالبا الماني، بيبقى عمود وبتلف كده. ايوه عارف ده في زي هو ده كده هيليكال جيت كده مع بعض. ايوه ده سكرو بس ده بياخد فرصه اقل. تاني انت بتشيل يعني صعب في جيرز كده حر بس باور سكرو اللي في النص اسمه باور سكرو. هتاخده في الديزاين؟ انتوا بتشتغلوا في الديزاين؟ لا 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 لا
السنة قد ايه وعرضها وكلام المفروض يعني المفروض ان هو السنة اللي فاتت خدت الحاجة دي في اول السنة ونشتغل عليها احنا بدأنا السنة هذا بس عشان نلحق الوقت برضو دي من مسائل ممكن تيجي في الامتحانات الكوريك هدفه انه يشيل الوزن من فوق هو قال لك انه ده في فور لينكس يعني دول اربعة لينكس كده كل واحد مكتوب في المسألة each of the four links to consist of two bars يعني ده لو بصيت له كده هتلاقي ان في بار وبار تاني جنب يبقى دول 8 طيب هنحل المسألة دي ازاي؟ انت زي في زي سيمتر الناحية التانية دي؟ هو عايز ايه؟ عايز الدهامتر غالبا ولا عايز ايه؟ سيكنس يا فايدة نفس الفايدة يعني كل الحاجة يا باشمهندس طيب هو عايز التخانة بتاعت البارز دي هاش وان سي يعني دلوقتي ده كده عرضها 25 فخانتها هي لا بنعمل 10 اما انت لو يبقى هو المصري على جول واحد مش يعني لا يعني سلفه من 2 هتشوف المصري على يعني فرصه تقسم على حاجتين على واحد بس 8 هقسم جوه على 8 الخوه بتقسم على كام واحده واحده على 2 على 2 على 4 على 4 لا على 4 هو انا لو عايز اعمل هو انا بجيب الانترنال رياكشن ازاي مش بعمل فيه بند دياجرام هاخد مثلا الجزء ده فهاخد الجزء ده هيبقى عندي الفورس الويت بتاعي كده وعندي المفروض ان هو متشال على الاثنين دول صح بس بالظبط كل واحده من دول 2 اف تاني الوزن بتاعي انا بعمل فري بادي دياجرام يعني بقطع كده الجزء ده مثلا واشوف ايه واشوف ال اعمل معادله اتزان بقطع بحط ردود الافعال اللي عندي فردود الافعال ده بيند بيند فتو فورس ممبر فكان تو فورس ممبر اللي هو كان بناخد مدى المدخول عند البين دي اكس واي واكس واي هقول المحصله فايته بنقطه الاتصال ما بين ايه او بخط الاتصال ما بين النقطتين النهايات بتاعتي فبالتالي ان انا عندي الاوميجا او الدبليو ده متشال على 2 اف هنا و2 اف هنا ليه حطيت 2 اف عشان كل واحد فيهم شايل في دبل بينز عشان كده اقطع يعني عشان كل واحد يشيل اقل يعني فانا دلوقتي لما اجي اعمل معادله اتزان اول معادله اللي هي بتاعت الاكس هي اللي جايبه لي ان الاثنين بيساووا بعض اللي هي دي في كوزاين سيتا ودي كوزاين سيتا فالاثنين هيبقوا بيساووا بعض المعادله الثانيه ان مجموع الباص اللي جاي الواي بصفر فاوميجا بتساوي 4 اف ساين سيتا حلو؟ طيب انا عندي الوزن بكام؟ الوزن ب 22 كيلو نيوتن طيب يبقى انا هاجي كده اقول 22 كيلو نيوتن أربعة اف ساين سيتا يبقى أكتر زاوية أخف عن منها مين؟ ليه 75؟ ليه 75؟
اف بتساوي كام؟ 22 على 4 صح؟ طيب يبقى اكبر اكبر واحده تبقى عند كام؟ 22 على 4 عند 91 99 عشان صفر بكام؟ صفر واحد صفر 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 تمام؟ طيب يعني هو الأكبر مين؟ 15 كل ما عند ال 15 هي الأكبر هو البتاع ده تخيل واحدة واحدة تخيل أنت الكوريك ده محطوط وهو والعربية كلها عليه وحاول ترفعه مش هتعرف أصلا مش هتعرف الفورس اللي أنت محتاج تعملها علشان ترفعه انت كل ما العربيه بتعلى معاك بيبقى اللي في الاخر اسهل تمام فانت لما تبقى محتار هات القيمه دي وحط الباقي ايه عشان الرياكشن يا باشمهندس ايه هتبقى اسهل عشان بتبعد اكتر عن الرياكشن بتاع الارض عشان انت عايز ترفع حاجه كده يعني تخيل بره لو انت عايز ترفع حاجه من الارض ولا عايز تسندها استنى اسهل انا شايف 15 دي جايب لك 175 هو اللي بيديك الرينج بتاع السلايه من 15 ل 75 هو كده يعني؟ اه في المساله عايزين بقى تكسر احنا عايزين ايه؟ عايزين نعرف التخانه بتاعه البيت فالتخانه دي عشان احنا بنمشي بالعكس هنجيب الاف هنجيب الاف الكريتيكال ونشوف الكريتيكال فورس وبعدين يبقى عندنا انون واحد اللي هو الايه؟ السيكونس طبعا المفروض عايزين اكبر اف اكبر اف لان دي انا عايز اخطر وضع ماشي الاكبر اف اللي هي 15 يعني وانت مش عارف 15 اكبر حاجه انت ما احسب الاثنين دول ايه تمام تانية في كام؟ عم جمع بقى يا طيب الثانية هتطلع في حدود قول 8 من 10 في 3 2 و 3 هتطلع في حدود 9 مثلا او لا تطلع في حدود 7 5.6 يبقى عندي ا سيتا ب 15 الاف بكام 25 21 وسيتا ب 75 الاف ب 5.6 من 10 تمام فانت احسب القيمتين فانت اكيد هتعمل ديزاين على القيمه دي في الرقم طيب بتابلاي فورس على الباور سكرو ده ليه قوانين بتاعته خاصه بالبعد بين الاسنان بين الدايمتر بتاع الباور سكرو نفسه الحاجات دي كلها انت بتعمل تورك التورك ده بيعمل اكسل فورس الاكسل فورس هي اللي بتنقل الدراعات دي هتاخدوها المفروض في الديزاين الفاكتور اوف سيفتي بكام؟ ثلاثة طيب يبقى انا احسب الكريتيكال فورس بتاعتي بي كريتيكال هتبقى باي تربيع اي اي على ال افكتيف تربيع ال ال افكتيف هي الطول بتاعي لانه بين ديبند يعني دي ب 300 صح؟ الباي والاي ما فيهمش مشكله الاي برضه هتطلع ايه؟ ما عندك البي هو طالع من الاي برضه هتبقى ايه؟ هو حوالين هو عايز يلف كده يعني انا ده عايز يبقى كده اخد العمود ده 25 ده تي سيكنس بكام؟ ده كام؟ اه ده 25 كيف 25 تجيب على 12 ايه لا ما دي ما انا واخد اف على واحده الاف الفرصه على واحد بس تمام في حد مش فاهم الاي جت منين طيب هي عايزه شويه تخيل اول بتاع اهو هو شيء كله محتاج تخيل ايه اه شويه ولا سماء بريشر فيسلز خيال علمي وبعد ده
طب وكويس بقى ما تخيل برضه كوب كويس بسيط كده اقول يعني اي حاجه تسند معاك بس طيب البتاع اهو اهو هو عايز يباكل كده خلاص هتقولي ما ممكن يباكل في البلين التاني ماشي هو بيسهلها عليك بيقولك اشتغل في البلين ده هو بيقولك اسيوم ان الباكلينج مش هيحصل في بلين تاني في الطبيعي ان انت برضه المفروض تشيك الباكلينج في الناحيه التانيه طيب فده عايز يلف كده تمام فاخد العمود المحور اللي بلف حواليه مين اهو يبقى العمودي على المحور هو ده اهو ده المحور وده البعد يبقى ال 25 هي العمود تاني كده ماشي بقى تاني اهو كده ده الجزء اللي انا بحسب عليه عليه اف من فوق تمام العمودي اهو ماشي لما اجي الفه كده هلاقي البعد العمودي على المحور هو ال 25 والتخانه هي الموازي ايوه لا معلش هو مش مهندس الصرف الحقيقه معلش بس هو مش هيبقى اصلا ايوه لا ما برضه عشان حته فيكس فيكس هي شبه المساله دي ايوه ما هو دي بس الفيكسيشن بتاعها مختلف مش مهندس ممكن نحط المدفع عادي بنفس الجبر تمام هو المفروض هيبقى زي ما انت حضرتك لازم كده فاهم على المحور يعني هيلف حوالين المحور الثاني مع السبوره اهو بالظبط تمام اهو بقى لف الاثنين مع بعض اهو تمام مين بقى العمود دي المفروض اللي هو 25 خلاص ماشي طيب يبقى احنا هنا حسبنا الكريتيكال فورس وعندنا عندنا الاف بس خلاص هنبتدي نحسب ايه هو قال لي فاكتور سيفتي 3 في الباكلينج يبقى انا القيمه اللي هتطلع لي من هنا مثلا قلت طلع لي 10 بالظبط اقسم على 3 وهي دي الزاويه بالايه بالاف الاف اف مي الاف اللي طلعت لي انا ما عنديش الكريتيكال انا عندي التي ان نون هنا فانا هاخد الاف اضربها في 3 واعمل الاساويه بالكريتيكال هو بيديني 6 3 اه ايه يعني ايه اضرب التي بعد كده يعني انا هحط الاف زي ما هي كده تطلع لي التي بعد ما تطلع لي التي تطلع لك التي مع الاف ماشي هتحطها مضروبة في 3 مدفوعة على 3 لا هحطها بس كده زي ما هي مش شايف؟ ما انا هطلع تي من المعد زي ما هي كده عايز يعني عشان نعملها بالاكسس يعني اضرب اضرب تي بعد كده اضرب ماشي هو عايز هو عايز عايز التخان المشكلة في المسألة في ايه؟ ان هو هنا نديك الاف احنا حسبنا الاف نتيجة الفورس اللي عندي فنفترض ان الاف دي طلعت لي الوزن بتاعي مثلا طلعت ايه؟ 21 دي اكبر فرصه عندي طيب بقى انا عايز ال 21 دي لو هي باشمهندسين نركز بس انا عارف ان السكشن فيه ايه لخبطه كتير ال 21 هي دي اكبر قيمه عندي حلو متفقين؟ طيب لو احنا قلنا الاف دي هي اللي هتعمل لي الباكلينج يبقى كريتيكال بكام؟ لا لو هي هي من غير فاكتور اوف سيفتي يبقى الكريتيكال ب 21 يبقى ساعتها اقعد ال 21 واجيب التي طيب يبقى انا لو انا لا انا مش عايز اوصل 21 يبقى هاخد دي كام؟ على 2 على 3 يبقى هصغر الكريتيكال بتاعتي لا سوري هكبر 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 لان كل ما الكريتيكال زادت ده احسن لي دي تطور الادوات ايوه لازم اكبرها يبقى هضرب في 3 يبقى انت لو خدت الاف من هنا تضربها في 3 عشان تجيب الكريتيكال بص يا جماعه عشان بس عشان بس ايه كمل عشان ما حدش انا 10 لا 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 قانون بتاعه يساوي في كريتيكال هو ده لا 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 كده انا لو حد مثلا ولا هو هي دي مشكله ان انت عندك الكريتيكال هو القانون انا كنت كاتبه هنا غلط هي الكريتيكال بسبب الالم اقول ازاي هي يا باشمهندسين هي هيحصل لها بكري عند 10
يبقى انا عشان اامن نفسي هعملها ديزاين ان انا اكسب لها باكلينج عند 30. ايوه بس يبقى كريتيكال بيساوي لحظه كده الالاور على الفاكتور اوف سيفتي، يعني اللي مسموح لي هضرب كريتيكال في رقم. لا معلش لا تاني احنا 10 30 دي لا لا هو هنا ده القرار الصح. لو انت ولي يعني خليها تستحمل 30 يا باشمهندس، يعني هي المفروض تستحمل 10، انا خليها تستحمل 30. ايوه ايوه بس كده. ايوه صح. عشان هي عكس اي حاجه ثانيه، باكلينج عكس اي حاجه ثانيه، كل ما الفول كده كل ما الفلوس تزيد كل ما تقل بتقل. بس دي حاجه عكس الكلام ده. ايه؟ عكس الكلام ده. كنا بقى لا ما انا اتلخبطت وانا بتكلم، انا عشان كده عدلت القانون. الكريتيكال فورس لو حاجه يحصل لها باكلينج عند 10 يبقى انا بعمل لها ديزاين انها يحصل لها باكلينج عند 30. يبقى انا بتعامل بحل المساله بتاعت الكريتيكال فورس ان هي عند 30 وامشي بالعكس. تمام؟ يعني اجيب اللود الاصلي بتاعي يبقى الالاوبل 10. الالاوبل 10 فعلا، لان انت دلوقتي انا اقصى حاجه هقول الكرسي ده الرجلين دي هيحصل لها باكلينج لو قعد عليه 100 كيلو. ليه؟ عشان ال 100 دول هيتفزعوا على الاربع رجول، كل رجل هتشيل 25. طب هو باك هيحصل للرجل باكلنج عند 25؟ لا هيحصل عند 75. فانا كده خدت الكريتيكال الكريتيكال الحقيقيه اللي هتعمل فيلير هي الالاوبل في 3 صح؟ اهو انت بتقول ده الاول. ايوه الاول 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 هي كريتيكال على 6 فاكتور، الكريتيكال الاول بس عايز اكبر الكريتيكال. لو هو ده الكريتيكال يبقى نازل اللي هو اقل
ايوه بالظبط. يا جماعه هو القصه بتلخبط في الكريتيكال، مش معناها اللي عندي في المساله كريتيكال، ده الحد التحمل بتاعه. فلو عندي 21 في المساله، لو قلت عنها يبقى هيحصل له باكلينج، يبقى انا عايز اكتر المقاومه. بالظبط. يبقى انا هخلي مقاومته 60. هو بيقاوم 60، فلو ال 21 دي زادت عن ال 21 يبقى يقدر يشيل لسه. خلاص؟ بس بيحصل له باكلينج عند 60. هيحصل له باكلينج عند 60، لكن انا لو قسمت دي على 3 يبقى هيحصل له باكلينج عند 5. يا جماعه واحدة واحدة. طيب الكريتيكال فورس دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك القيمة اللي هيحصل عندها باكلينج بالشكل ده. طيب لو انا خدت قلت اللي انا في المسألة عندي القيمة دي ب 20. تمام؟ يبقى انا عايز التحمل بتاعي يبقى عبارة عن ال 20 في 3. خلاص؟ بس كده هنضرب ال 20 دي هنضربها في 3 عشان نجيب الكريتيكال ونجيب منها التخانة. تمام خلاص. حاجه بقى اخيره دلوقتي، انت قلت لما بيبقى المساويه دي تقرب من صفر الفورس اللي بتبقى موجوده دي بتبقى اقرب. تمام. بس الفورس اللي انا بحس بيها بتبقى اقرب من الفورسين، هم كلهم فانكشن في بعض. الفورس اللي انت بتابلاي عليها بتيجي هنا ساعتها الفورس كله ده بيبقى عليه لود. في مسألة تانية هيبقى في الاثنين اف كده يبقى عندك 4 اف. فانا بضرب القوة اقل عشان ارفع العربية من هنا لصغيرة. استنى بتاعك سي ده اهي ساين سي ساين سي هيبقى ده عكسها دول كده 2 و2 بس. 2 اف طيب فالدبليو هتبقى 4 اف كوزاين سي. تمام. دي القوة اللي انا بقى بديت فيها. حلو. طب هو دي اول تبقى عاليه وبعد كده تمام. الفورس اللي فوق هو ده اللي احنا اتفقنا عليه. الفورس اللي فوق بقى في البدايه خالص لما الدب دي كانت عاليه قوي، الفورس اللي فوق دي كانت صغيره ولا كبيره؟ في الاول خالص كانت عاليه، هي كانت 21 بعدين بقت 5. يعني هي في الاول برضه كانت عاليه، ما هو عاليه عشان الزاويه 15 ده رقم كبير قوي من الصفر. المفروض تبقى الفورس تبقى اصغر. لا 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 ل